زمالك هيلعب النهارده مع دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدراليه الافريقيه، لقاء صعب ومنافس يعتبر مجهول، لكن معنى وصوله للدور النصف النهائي انه فريق جيد، ولازم لاعبي الزمالك ياخدوا بالهم جدا، خاصه ان لقاء العوده هيقام في غانا بعد اسبوع، عشان كده لازم الفريق يحقق نتيجه ايجابيه في لقاء الذهاب باستاد القاهره ان شاء الله. وعشان كده انا لابسه ابيض النهارده عشان زملكاويه. ادعم الزمالك، لا انا اهلاويه بس بدعم برضه. طيب ماشي. الزمالك كمان متسلح بالدفعه المعنويه الكبيره اللي حصل عليها بعد ما كسب الاهلي في لقاء الدوري، وبيطمح طبعا انه يكمل حاله التركيز اللي عليها الفريق في الفتره الاخيره، والوصول كمان لابعد نقطه في الكونفدراليه، وليه كمان ما يكسبهاش يعني، وتبقى البطوله الثانيه للفريق في الكونفدراليه بعد ما فاز بالبطوله في 2019. الزمالك كمان بيتسلح بعناصره الجاهزه واللي اكتسب خبره كمان كبيره في البطوله الافريقيه، لكن هيفتقد لبعض نجومه لعدم قيدهم افريقيا، زي طيب مثلا عبد الله السعيد. طبعا تعالوا نعرف اكتر عن استعدادات الزمالك قبل لقاء دريمز من امير نبيل الناقد الرياضي. صباح الورد على حضرتك. صباح الفل، تحياتي ليكم جميعا استاذ ياسمين واستاذ دينا وكل مشاهدي. تحياتنا لحضرتك. كنا عايزين حضرتك تكلمنا عن اخر استعدادات نادي الزمالك لقاء دريمز الغاني طبعا النهارده. يمكن زي ما حضراتكم ذكرتم نادي الزمالك بيواجه هو دريمز، يمكن مش معروف او مش مألوف بالنسبه للكره الافريقيه في السنوات الاخيره او بشكل عام الانديه الغنائيه، يمكن بقى لها سنين طويله ما بتوصلش للمرحله دي من البطوله، وده يمكن اللي بيزيد من قوه المواجهه، لان الكره الغنائيه بتعول بشكل كبير على هذا الفريق ان هو يواصل كتابه التاريخ. اقصى العديد من المنافسين منهم على دور المجموعات فريق الافريقي التونسي في الادوار الاقصائيه فريق الملعب المالي، عشان كده يمكن الطموحات بالنسبه له بتزايد بشكل كبير. بالنسبه لنادي الزمالك يمكن بيفتقد بعض العناصر او بعض اللعيبه، يمكن زي ما حضرتك ذكرتي بسبب عدم الصيد الافريقي او بسبب الاصابات، يمكن في اصابات مؤثره في صفوف نادي الزمالك وغياب اكثر لاعب طبعا ابرزهم احمد سيد زيزو اللي خرج من القائمه بقرار من الجهاز الفني رغبه في عدم المخاطره بيه او لاكتمال شفائه. ايضا يعيد كل من عمر جابر واحمد فتوح، ده يمكن اللي بيشكل او بيؤدي لازمه دفاعيه شويه بالنسبه لخيارات المدرب جوزيه جوميه، فبالتالي عنده يضطر يعتمد على العناصر المتاحه بالنسبه له. لكن طبعا خبره الزمالك في هذه المرحله من البطوله بتفرض عليه ان هو يتعامل مع كل المؤثرات اللي عنده، والهدف الاساسي ان هو يحقق نتيجه جيده او ايجابيه في مباراه اليوم عشان تدي له افضليه قبل مباراه الاياب في كومان. طيب خلينا نعرف يعني استبعاد زيزو من قائمه لقاء دريمز ايه تاثيره على الفريق، ومين اللي ممكن يعوض زيزو في الزمالك؟ يعني خليني اقول لحضرتك، هو انضمام زيزو للقائمه ما كانش يعني في تاكيد بنسبه 100% انه هيبقى جاهز للمشاركه، ولكن خدوه تحسبا لان هو يتعافى من اصابه اللي في القدم اللي كان تلقاها في مباراه الاهلي ولم يكمل على اثرها المباراه. بالنسبه لي يمكن الخيارات المتاحه لتعويض غياب زيزو، شفنا جوميز اعتمد على الاوغندي ترافيس موتيابا اللاعب اللي صاحب 19 سنه وقدم مباراه جيده لحد كبير، فبالتالي ممكن يبقى له دور النهارده، زائد ان في عوده طبعا القائد واللاعب المخضرم والمهاري محمود عبد الرازق شيكابالا اللي يمكن بيجيد اللعب في مركز احمد سيد زيزو، عشان كده ممكن يكون دوره كبير في مباراه اليوم. كلاعب عنده خبرات وكلاعب عنده حلول ايضا داخل الملعب، عشان كده الخيارات الهجوميه مش شايف ان فيها ازمه بالنسبه لجوميز اذا ما قرنت على المستوى الدفاعي والمأزق الفني شويه، ان هو هيضطر يوظف لاعبين غير مركزهم في مركزي الظهير الايمن والظهير الايسر بغياب طبعا عمر جابر واحمد فتوح، فيمكن ده اللي بيخلي جوميز يضطر ان هو يعمل قرارات مهمه في مباراه اليوم. ولكن على اي حال بنتمنى طبعا التوفيق للانديه المصريه ونادي الزمالك، طيب. ونتمنى يبقى في سوبر افريقي مصري ما بين الفريقين. طيب هل عدم قيد بعض الصفقات المهمه في القائمه الافريقيه للزمالك زي طبعا عبد الله السعيد هياثر على اداء الفريق النهارده؟ هو طبعا يعني هي دي ممكن تبقى حيره بالنسبه للجهاز الفني ان هو بيضطر يتعامل مع قائمتين، قائمه محليه وقائمه افريقيه. يعني نادي الزمالك بيفتقد عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر، الثلاثه يمكن
شاركوا مع انديتهم في البطوله الافريقيه، وبالتالي ما كانش من حق نادي الزمالك انه يقعدهم في البطوله الافريقيه وبطوله الكونفدراليه. الثنائي تحديدا عبد الله السعيد ومستر ماهر شفنا تاثيرهم الفني الكبير في مباراه القمه، عشان كده مش بيبقى سهل خالص على مدير فني ان هو يغير تكتيكه كل المباراه حسب المعطيات اللي عنده او حسب العناصر اللي عنده. عشان كده هو بيضطر ان هو يتعامل بشكل مختلف لما يفتقد العناصر دي في البطوله الافريقيه. واكيد هو عامل حسابه ان هو ان شاء الله لو وصل للمباراه النهائيه مكمل رحلته في هذه البطوله في الدور نصف النهائي وفي النهائي بالعناصر المتاحه عنده. عشان كده طبعا بالتاكيد بيجهز العناصر بس، عشان كده شفنا في القائمه اللي اختارها جوميز عناصر يمكن من الصفقات الجديده اللي كانت ابرمها نادي الزمالك في فتره انتقالات شتويه، يمكن بعضهم بينضم ل يعني لاول مره او يتواجد في ظهور نادر. ممكن محمد عاطف اللاعب القادم من طنطا، وعنده مهاب ياسر، وعنده يمكن زياد كمال من اللعيبه الخيارات المتاحه بالنسبه له، خاصه في خط الوسط. يمكن خط الوسط صحيح ان هو التاثير الكبير لعبد الله السعيد وناصر ماهر اكيد بغيابهم ممكن نادي الزمالك يتاثر، ولكن هو عنده خيارات اخرى تقدر تعوض ده. مش شايف ان خط الوسط ممكن يبقى ازمه قوي، لان عنده تحديدا يمكن لو بنتكلم حتى في التشكيل المتوقع الثلاثه المستقر عليهم بشكل كبير جدا هم محمد شحاته ونبيل عماد دونجا واحمد حمدي، لان الثلاثه هم الشبه ثابت في خيارات جوميز في مباراه النهارده. ان شاء الله الفوز يتحقق ان شاء الله. عظيم جدا، واحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا امير نبيل الناقد الرياضي، ونتمنى التوفيق كله لنادي الزمالك، وان شاء الله ربنا هينصرنا كده ان شاء الله.